سفرتنا في هود دلمج. ان شاء الله راح اراويكم الرمايه باكملها. من انا الوليد تحياتي. يا سوق هلا هلا. ان شاء الله سفرتنا 5 ايام. تحياتي. اوقف طقة يلا. شو علاو شلون ترمي بذاني؟ ما حاسس. لا بعيدة. عباس يم ذاني. حتى تحس شلون ترمي على علاو؟ ما راح نعطيك اياه بعد ايش تريد؟ هذا لكم هذا. كفو. بس قالوا مضوجكم هذا البرهان. مضوجكم فدوة. يا من عندكم يجي. تاخلك زوج تعطيهم زوج. اوقف ذبحه ذبحه. هذا البرهان حصة الوليد. يلا اي راح نعطيه. كفو كفو عزيزي. تبين عافية وعلي ما تفارقون. ممنون. يلا عدو يلا عدو عدو عفا يا ولد. على عبد الحسين هذا والله شو اسوي بكم على البرهان اللي هنا الموجود. بس ما تلقى هذا واحد. حطه حطه. سممه سممه. هذا على عبد الحسين من يرمي يسمم الطير. علاه وكفو. الاسد هذا الاسد اذا رمى يسمم الطير رحيم. يسمم سمم. ليش ما كملت على سنين فوقه؟ طارن. هاي يمك يمك طار. ليش ترمي بس وحده؟ هذا 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 واحد شو طار؟ رحيم والله ارميها انا اسالك. لا لا وياه كان. ولك كان انا وياه. ها؟ وياه كان الحطات صفى منه والله. يلا جيد يلا. يلا اخوي يلا اخوي. يلا توكلنا يلا. جيبها. يلا خلصت. اي خلصت؟ لا ما يلا. راح راح جوا راح اوفى 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 لا راح. هذا هذا واحد على وقف. لا لا برهانه بالحسين برهانه. ركضت راحت راحت. روح 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 يا اخوي رحيم. هاي قدامك. هاك على الهواء. هاك على الهواء. على عبد الحسين اشر له. شلون نام مقاتل على الهواء على البراني. عافيه. هاي اليوم بس براهين اليوم. جولة مال برهان اليوم هاي بس ثخين حيل. وعلى هاي مقاتل مرة ثانية. عاش ابو حسن عاش. راح نتوكل هيك هسه حاليا. والله كفو. عافية زلم اخوتي. والله كفو. ما جاء في البسكت في وحدي. روح 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 عليك في المنزل. هاي واحد. لا تنزل له قصص يعزيك. طاحن باول شيء لو بالثانية. لا اول واحد طاح علاوي ذاك رمال يمه انت رميت الثاني. انا تباوع. انا اول شيء طاح اثنين. ما ادري بعد. صح. كيف طعمت شيء؟ اه والله يعني علاوه كمل على ذاك. لا هذا هذا يلا جيبوا هذا يلا جيبوا هذا. مو لا تقتل من ذاك. ايه انا عبيت هذا. شوف هذا اخر هم. ايه زين
لا انا اللي شفته على عبد الحسين رمى الاول. يا ميزاك مو قال انا ولا احد يعرفه. هذا اللي هناك؟ علي قال الميزاك راح هناك. عاش عاش علاوي. عاش. مو لك انت راح نتوكل ان شاء الله بعد راح نرمي. انت حاليا ناخذ هذا رقم القصب بس صلوات على محمد على البرهانه. ثخينه حيل ثخينه. راح نوافيكم بالشيلات راح اوقف التصوير. ابو علاوي ابو واحد ابو بشير عادي الاسد. أنا برشود بدوري خلي أصورك أوقف يلا يلا. هذا البرهان الله بعد وحدة يلا ما بيها هذا البرنجي هنا بدوري بعد الحياة الحياة الله سبحانه وتعالى كاتب له شلون كان؟ كلها سبحي الطيور ونادى. اي والله صدق. برهان طلعه. طلعوا لك الاجر والثواب. اعطيني يا برهان. هذا البرنجي انقذنا اليوم. هسه اعطيك يا ابو حسين. شوف ايش حالات؟ كاظم الغزيل. راح نهد ونروح. هاك علوم. هذا هسه طير ما ناكله. اعطيني على اعطيني منا نطلق صراحه منا هسه ايش نسوي لانه نطلق صراحه هنا لا تريد اصوب شبشر لا لا ما اروح صوب شبشر بعد وين بيها بيها مره ثانيه لا بيها لا لا والله بيها والله راح هذه وين طق بيها راح القصب ومشي هذه امك شيله القضيه ايش بيكم وين راح القصب عافية بدوري احسنت يلا خلي طير خلي طير وقف خلي طير طيرة يلا طه 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 هذا برهان ثانية غير ذاك هذا شوفوا مستعد يموت جوا ما يطلع مستعد يموت جوا ما يطلع ها الوليد ها الهور هاي هيك البراحين نرمي احنا متعدين شوف القصة خلي نقربها يلا ايش علاوة ايش علاوة هلو خطي خطي عفا لا لا ما هو خطي انا نسولف ليش 10150 متر شيله شيله اصحاب الحين لا شوف شلون غط علاوي شوف شوف بس تعبان صابته شيله خدرت بيه تعبان شويه تعبان هاك عزيز هاك اذبح هاك اذبح يا غليص ها بدوري شنو بدوري؟ برهان والله هذا رماه الاسد الاسد رماه علاوي على عبد الحسين خوير يلا كف ها جاي نمشي واحنا نمشي نرمي بس شو اسولف لكم على الثخن اللي هنا والبرهان الغدا زين حر تحت رقد حلو لا عاد عندنا برشوط تحت عليه مرق على رجلي شوف الحر قوي لي بحار بعد جديد ها مو بعرف فور عينك شنو بس محابس اليوم
نسوهم حظمها. سلامكم العافية بقلبي. يلا تحيات العصر راح نباشر. بحسين شنو هالطبخ اليوم؟ والله طبايا كفو عزيزي. انا مجوع. يلا بشو تعال يلا. يلا بقى. حلقة هالصلاة وانت بالهور. دعي لنا سيدي دعي لنا. انا اخوكم سيد بدر بنص الهورة جاي يصلي على البلم. شايف يسولف لنا يقول البطل اريد تضرب طائر انا اشوف عينه. ليش؟ قوية يعني وصلت شوي طق الكبر؟ قوية صياد. هذا صح صياد اثنين. هذا دشقة صايد؟ ها؟ يمكن صايد قد القصب. هذا غزال وبطل عمره على 87 سنة قديم وعلي سولف لنا سوالف. سوالف مرة كذب عليها كذبة قوية. يقول صدت 110 غزال تسبح. سلام مقبولة سيد بدر. الله يطمن اعمالك. لا الصلاة وانت بالهور. دعي لنا سيد دعي لنا. انا اخوكم سيد بدر بنص الهورة جاي يصلي على البلم. شايف يسولف لنا يقول البطل اريد تضرب طائر انا اشوف عينه. ليش؟ قوية يعني وصلت شوي طق الكبر؟ قوية صياد. هذا صح صياد اثنين. هذا دشقة صايد؟ ها؟ يمكن صايد قد القصب. هذا غزال وبطل عمره على 87 سنة قديم وعلي يسولف لنا سوالف. سوالف مرة كذب عليها كذبة قوية. يقول صدت 110 غزال تسبح. سلام مقبولة سيد بدر. الله يطمن اعمالك. لا لا 10 و6 16 سهلة انت المصور. 6 يلا صار حسابنا 16 و7 9 و 29 افتح لك حيوان 23 و6 29 لا تاخر 29 لا تاخر. أنا المعلم. 5 26 5 شو القضية؟ بدك تبيع 30؟ لا تأخر. تحسب. صحيح. قصر. 31. 31 و3. 34. و2. 36. و3. إي صح. 39. عافية. 1 40. 40 قلنا 17. 40 و9. 45. عافية. 1. 50. لا تأخر. إيه صحيح. لا تلعب. قصر. 60. 50 إيه 50 يعني نفس الشيء. 50 جدة سهلة. 11. 61. صح. 1 62. 11. أوقف قلت له أنت 11. إيه 61. آه هنا حسابنا 50. 61. أوقف. لا تسأل. 8 69 بطل. 1 وانت كله شنك عبد الواحد. انت الواحد لك. 11 قد وصل حسابنا. اوكي قد وصل 59 و11 59 و11 80 بك 59 و11 ولك غبي 29 ولك 69 69 و11 69 و11 71 أرد أحسب إنهم أتأخر حط الواحد يسار ذخنة بقضية ما قلت سهلة ذب الواحد وحط العشرة صار 8 شو تقص بفرق يوم قلت لك 81 الواحد علي أنا الواحد عليك يلا تعالوا باشرة درسكم آه شنو عزيزي هذا برهان كف كضينا هاي تمام برهان عزيزي شنو هذا كاب اقول لك؟ يا يابا يا حبيب يا ابوي اي بس ما درمي يا يابا هاي وحده طالعه جمره شوف هاي شوي شوي هاي البنالي هاي اليوم نريد نعيد الذكريات مال ام العاج وسلام لابو نوير شغله شوف شنو
اقول لك بلونه بنفس اللون يا جماعه ولا كاشين المصيبه. ها شغال بس هذا انت بلا يرمي بلا يرمي. انا والله انا عزيزي بيت ابو نويره. الله عاد علمنا بطل هذا زلمه حنا عيالنا بيناتنا العباس ابو نور صدق مكانه خالي ذهب وعالي. يلا سلمنا سلمنا هنا الوليد سيد بدر. هذا محبسك الاسود شيني محبس الاسود هذا ابو عين ابو عين الجن هذا مال تشمل ولا شيني مال تشمل مال تشمل تحياتي. اعطيني صادر المدينه كاظم رحيم كاظم فيراد على شنو نرمز غار؟ ايه حبيبي كل اسمان شنو بدوري؟ ما نرمز غار رحيم ايه كله معدل رايح حايله ملاح الا الساع انا اول مره اشوف براهين تقطع مسافات وتمشي. شوف 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 كيف الجاب سيد وين شارع ما نقدر ما بينا ما بينا نفس العمارة سيئة. هذا الرحمن يا صبر هناك يبقى يبقى جوك سعية سعية اسكت اسكت صحيح. وانت صياد عافية رحيم هذا صحيح صورتك رحيم صورتك هاي البرهانة بنص الماء عندنيها لا كاميرا جايب هاي التصوير ها شوف 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 برشا مرغث بالماء هذا قدامك حتى من قار الحمر طالع ذاك علاوه هم هلا جه شوف ارشد شوف شلون جامحهم ارشد قم قم شوف شلون جامحهم شوف عليك يا عباس ذاك علاوه هذا الحين شوف البرهانه اي واضحه عجيب هاي لقطه خرافيه سحبه حتى يبين الواد لا إيه ارجعها ما شوف شوف ذاك ذاك قدامك لينيت ليش يركض اقوى برحوم ابو جوله دخل ابو جوله لك برحوم البلد جو البلد كله لا البلد اكيد ترى على شفت جو البلد طاح انا متاكد هنا ذاك يا وين اه ذوق جاي يدير يلا دير بالك دير بالك القصب ثاني طاح واحد يطلب لي من هنا ذاك واحد طاح دير بالك خلي ولي اذا بعيد خلي ولي شنو يا ابو رحوم طلع من القصب؟ هذا من القصب عدل ولك تقطع عدل؟ هذا عدل راح نروح نرديه هذا ها آه. شلون صياحه فتح حلو شنو هذا الحين؟ خليك تفيدك صياحه فتح حلو شلون ابو رشود هاي؟ ذكرتني هذا صياحه هذا راح نربيه
احنا جايين كبعد ذاك حاليا. شوف روح ذاك روح ذاك نرمي نريده على قدامه نرمي نريده وناخذ الربي تفضل واحد من امير اخوي يلا قدامك شويه بعد شويه لي. ها ابو حسين شنو عزيزي اللهم صل على محمد. ذاك ظل واقف نال برشود وبدوري خل اقربهم الله شو المنظر وراك البرقه كلهم من عايش. قال ابو حسين شنو هذا؟ اولي شنو هذا؟ ما قاعد نفتي ما قاعد افتي طلعوا من القصب. اي والله شنو طلعوا ابراهيم من القصب؟ بعد شغل اخوي كفو كفو يلا ارشد بس تخرج نحفظ نحفظ بس الدوسه. يا الله حي الله برحوم يا بعد قلب برشود شنو هاي البركات؟ شنو هالنعمه؟ اسمع اسمع خل اقول لك ايه؟ برشود ايه؟ ومعلوم ايه؟ ومرحوم اها ومعلوم ومبدور يا الله سيد بدر خلف الكواليس يا ابو هذا الصيد ما شاء الله خلال البراهين خلال ساعه واليوم الصبحيه صدنا خراب هاي ما شاء الله وهذا عندك ابو زله كل العشاق وهذا ابو حسين الوريد الغالي كل العشاق هذا الابي تحياتنا للجميع هذا الابي ها يلا.